الملح وابتدي ان انا اعجن. بسم الله، هعجن في العجينه كده كويس كويس، وافضل المها كده احتاجت منه ميه، هضيف له ميه بردك. الدقيق يا جماعه، في دقيق بيحب يشرب سوائل وفي دقيق ما بيحبش السوائل، يعني انت وقت ما تضيف الميه بتاعتك ما تضيفيش اي كميه كبيره من الميه. كده قعدت افضل اعجن في العجينه بتاعتي حوالي كده ايه 10 دقايق، وانا اعجن فيها لحد ما تبقى معايا ناعمه وملمسها ايه حلو. اهم حاجه تعجنيها كويس، اهم حاجه تعجنيها كويس. هاجي دلوقتي اخر مرحله، هجيب معلقه الزيت اللي احنا خليناها في الاخر ده وبالايدي بيها بالشكل ده، وزيت العجينه بتاعتي. كده زيت العجينه وشربت الزيت معايا كله، هلمها خلاص واسيبها ايه ترتاح. شايفين لازم تبقى معاكي ناعمه بالشكل ده. ادينا كده زيت من فوق واسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق، وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني فيه.